السلام عليكم الخوات، كي دايرين؟ بخير، كلشي مزيان. المهم انا الاخوان اليوم جيت نبدل واحد الريدي ويل ديال الزيت كتخوى لي هنا، هي اللي كتكون عند البينيو هنا ديال هي اللي قدام. المهم اخوكم مثلا تشوفوها نتوما، ندير يدي ندير لكم الزيت هانتوما تخوى من هنايا، هانتوما شتو تخوى. المهم الاخوان دابا غادي نحل هاد الكراوات هادو، غادي نحلهم وغادي نحل الكاشيه هادي ونحيد هذا، ومن بعد الاخوان نرجع لكم باش نوريكم الطريقه كيفاش نبدلوا لا ريدويل ديال هاد اللي كاينه في هاد البلاصه هادي. يلا خليكم مع الاخوان. ثم اخوانا الزيت ها شفتو. المهم دابا غادي نحيدو هاد البينيو هذا، ها هو و هذا اللي دوي كاين في اللور هنا. كما شفتوا مع الاخوان، كما كتشوفوا مع الاخوان هنايا انا فين كتخوى الزيت شفتوا هاد البلاصه هادي، ها هي قرب لكم من التحت هكا باش هادي يبان لكم ولا لا. المهم من التحت شفتوا خوف هاد اللي رديو هادي كتخوي الزيت. المهم دابا غادي نبدلوها الاخوان، راه ساهله، كتحيدوا هاد الكاشيه هادي وكتحيدوا هاد البينيو هذا. المهم غادي دابا نحيدوها بالطورنوفيس، نحيدوها نشدو الخرج نحيدوها لها ونعاود نرجعو معكم الاخوان. يلاه خليكم معنا. كما كتشوفوا مع الاخوان بما حيدناها، هي انا روندي اللي حيدناها، هاد لا ريدويل هادي حيدناها، غادي يكون فيها واحد سميتو واحد ما عرفتش تيقولوا لي باقي كاع، هذا هو هاد السلك هذا. المهم غادي نقيو دابا هاد البلاصه، غادي نقيوها من الزيت وغادي ندير لها ريدويل اخر جديد. المهم خليكم مع الاخوان تمسحوا هاد البلاصه هادي ونديرو لها ريدويل جديد. المهم الطريقة راه سهلة الإخوان، المهم خليكم معنا. يلاه المهم الاخوان راه ساهله التركب ديالها، دابا راه ركبتها هي تحت بلاصتها. المهم نحاول نزكيها بلاصتها، شوف شي واحد يبطل بحال هذا. كما كتشوفوا الاخوان هذا درتها دابا بلاصتها مزيان. المهم هنا الله يسخر، المهم هي بحال الحوايج هادو بلا ما يديرهم الراسو راه ساهلين. نديرو مارش للموتور، كتشوفو مع الاخوان الموتور درا ليها مارش، كاينين اللي راه دابر مزيان. بلاصة ناري دوي، المهم بحال الله يسخر دابا نخليوها هكا تغدا ونميلوه الجن باش يبغي يخوى الزيت ولا لا. المهم نرجعو للبياس لبلاصتهم الاخوان، خليكم معنا. المهم الاخوان بعد ما سالينا التركاب ديال الريدويل، المهم دابا نخليوها هكا تغدا، غادي نعسو على الجنب، نديرو لي بيكي تاع الجنب هنايا باش داك الزيت تهبط لجهة الريدويل، فهمتي، ونشوف واش باقي كيقطر ولا لا. المهم هادشي اللي كان الاخوان، نتمنى انكم استفدتوا في هذا الفيديو هذا.
عرفت انني طولت عليكم. المهم ما تنساوش تبارطاج الاخوان وباقي كل جيل ان شاء الله من هنا لقدام. ما تنساوش ديروا ابوني اذا كنتي اول مره كتفرج فيا، ديرش ابوني وتخلي كومونتير. يلا الاخوان الله يسخر لكم. ترجمة